كشفت بعض التقارير الإعلامية أن رئيس الكاف موتيبيا تحدث مع مسؤولين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل مشروع كبير، حيث سيحل موتيبي ضيف على الجزائر من أجل قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 للمنتخبات المحلية والتي ستكون خلال الشهر القادم. وفي حين أكدت عدة مصادر مقربة أنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الكاف موتيبي ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبونا، وكشفت كذلك عدة مصادر محلية أن الاجتماع سيكون من أجل تنظيم الجزائر لكأس أمم إفريقيا 2025 في حال عدم استعداد غينيا. غينيا ليست مستعدة مثل الجزائر، خاصة وأن الجزائر بدأت بفتح ملاعب بصفة عالمية على سبيل المثال ملعب وهران وبراقي والدويرة تيزي وزو وعنبة وغيرها من الملاعب التي تحت الصيانة حاليا، والذي سيكونون مفاجأة كبيرة من أجل تطوير الكرة الجزائرية والعربية. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.